اكس بلادي صدقك الميكرو. شكرا. عدت الرقم ديالكم، شكون الرقم ديالك هذاك ياك؟ نادي ديال باش عيطو لكم الناس. جمعة مباركة لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف سي في من خلال هذا المباشر. اليوم حنا تتواجدوا مع السيد الهادي وتنعرفوا الظروف التي يمر منها الحلايقية وتمر من تتمرن منها الساحة الجامعة الفنا وتمر منها الحناطات. اليوم السيد الهادي يعني الحمد لله انه لقى هذا السيد هذا اللي عطيه هذا المكان هذا المنزل اللي جمعوا في هذه اللحظات، ولكن ظروفه ظروفه صعيبة لانه في اي لحظة يقدر يتعرض للتشرد هو وهذا الوليد هذا، لانه حتى حاجه ما بيناش من هنا لقدام. واش ساحه الجامع الفنا غادي ترجع؟ وهذه ترجع كي كانت بطبيعه الحال اللي كان هو تيبيع فيها البربوش. الله يحسن العوان لجميع كل المسلمين اللي ما لقاش كما تيقول السي عبد الهادي بلسانه، انه بعض المرات تيخرج يعني ما تلقى ما ياكل هو وهذا الوليد هذا، يعني تيمشي تيدير طاعة الله يعني تيمد يديه كان اللي تيسبو كان اللي يعني تيسمعوا شي كلام وقال لك انا ما كرهش نلقى شي خدمه. بعدا يعني نخليه هو يحكي على لسانه هاد المعاناه اللي عايشها. تفضل سي عبد العزيز، يعني كيفاش تدوزوا اموركم؟ تفضل سي عبد العزيز. نعم، يعني انت كنت تتبيع سميتو؟ كنت خدام في الساحه تاع جامع الفنا. خدام في الساحه تاع جامع الفنا مع هذا السيد، ولا نهار جات هذه الجائحه هذه وقفنا بمرة بعد ما عرفتي اللي خدام نهار بنهار واللي جاب اللي صوروا راه تيصيروا. نهار صبحنا نهار صبح قالوا هذا الشيء وقف، جات الجائحة في شهر 3 ديال ذاك العام وقف هذا الشيء هذا. صبحنا من النهار الأول واقفين ما عندناش، بينا نخدموا دابا كاع شحال واحد دابا غادي يشوف غادي يقول أودي هذا راه ما هذا ما موعوق ما عروج ما هذا بصح باقي صغير وبصحته بخير وعلى خير وما خدامش هي قاعد تيسعى. هادشي دابا اللي غادي يقولوا الناس. ولكن حنا راه خرجنا درنا جميع المحاولات، دقينا جميع البيبان، ما تلقاو شيء، ما تلقاو خدمه. نعم يعني كان الظروف ما تعرفوش ما تعرفوش حنا شي حاجه اخرى. حنا اصلا نص عمري انا ضربت غير في الساحه تاع جامع الفنا، ما تعرفوش شي حاجه اخرى من غير كبرت انا في الساحه، ما تعرفش شي حاجه اخرى من غير البيع الشراء. دابا بعد كذا غادي ندير كاع شي حاجه، غادي ندير شي حاجه ندير بيع الشراء بيخصني راس المال باش ندير. انا ما عنديش هاد الساعه، شافني الله تعالى. نعم نعم السي عبد الهادي، يعني كيفاش الوليد عندك تتعرض يعني تهرس في المرفق ديالو ديال اليد واللي عانيتو معاه بطبيعه الحال، خاص تكاليف ديال الطبيب، خاص بزاف الحوايج يعني باش انه المتابعه، لانه ما ساهلاش اليد ديال الولد صغير عنده عام ونص تبرى بزربه. تفضل. خرجت انا بغيت ندبر باش نقضي، خليته هو امو. دابا هي خرجت دخلت للكوزينه بغات تصاوب بغات تصاوب ليه ما ياكل، قالت ليه الصوبه ولا ما عرفت داكشي في الكوزينه، الدر خلاته في الكونه تاعته هو ينقز هو تاح في المرفق. حنا ما دينا ما جبنا ما فراسنا حنا والو، الدر تيبدا تيغوت لنا بالليل، تيبدا تيغوت بالليل واحد الصباح تيخشي يجي فمو. اش قلنا حنا؟ قلنا راه يسنين هذوك بين ود السنان، قلت له ترى يسنين بين ود السنان. حتى واحد الصباح عاود تاني ونوض ونشد ليه في يديه، تلقى واحد اليد من فوق عليه يد اخرى، قلت له الدر هذا يديه من فوق كاينه شي باس ما كاين. مشات داتهم الجبار، الجبار ما قدرش يقيسو، قال له تي الدري هذا سكيت تي ديري ليه الراديو ما عادش نقدر نقيسو. بعد داتو هذا ديال سوق الربيع، بعد تاع سوق الربيع تيعاودو عليه راه ما تيعرف والو. ولينا عاوتاني دي له ديال بين المعاصر، ديال بين المعاصر قلبو قال له لا شي باس ما كاين، واحد الشقيقه راه رجع عاد خلينا الدري. درنا جوج سيمانات وكثر هو تيعاني من هذيك اليد وحنا كاع ما في هذا العالم. قال له واحد الشقه شي باس ما كاين رجع عاد. الدري ما باقيش يبين، عسنا بالليل تيبقى تيغوت مع الصباح وغوت في وسط النهار. ثانيا جينا بنا نديو للسبيطار، هذا ديال الحومه بنا نديرو ليه الراديو ما عندهمش، ما عندهمش هذا تاع الحومه الراديو. ولينا دينا هذا ديال حي السلام عندهم الراديو تماك، داروا ليه الراديو كتبوا لنا ايرجونس، ايرجونس مستعجلات، ايرجونس مستعجلات. ولينا دينا تماك لواحد السيد شي ناس الله يجزيهم، واحد السيد الله يجزيها بخير، هما اللي وقفوا معنا، هما اللي دارولنا القبص، دارولنا ليه الراديو وقفوا معنا، شراولنا الدواء.
ما كل ما هذوك الناس كون راه الدري بقى معقب هكا من يجي. ما شاء الله. انا استبدا كيفاش تدوز ظروفك انت والزوجه ديالك في هذا الدار اللي المحسن هو اللي مساعد معكم باش تعيشوا فيها؟ تفضل سي بلال. الدار هادي اصلا الدار هادي دافعه مولاها هو دافعها للسوق، ماشي ما تاعش السكنه هي، هي ماشي تاع السكنه هي دافعه دافعه هو للسوق. غير دابا انا فاش سميتو قاعد وما خدام حتى وما باقي لقيتش حتى واش نخلص الكرا وما عنديش، وليتو عيطت ليه طلبته قلت ليه على العار ما شوف كيتي راه انا راه مول المحل هاد النكاري راه بيخرجني راه ماشي انا باش نخلص الكرا ولا حتى شي حاجه. قال لك اودي انا هذيك الدار ما تقولش لي انا هذاك الباب، انا راه داك النهار جبتي معايا هذا الموضوع هذا وسديت وسديت، قلت لك هذاك الدار ماشي تاع السكنه، الدار باه التريب هي تاع الخدمه، وراه بين التريب وراه خطر، لا استقدم انا في شي مشكل ولا شي حاجه ولا شي، اللهم خلينا نبقاو مزيانين. قلت لها واش بغيت نقول لك راه انا تحت اللي كاينه اللي كانت كلها الله تعالى. قلت لها تاع تشير طلع عندي طلع عندي نعطيك واحد نعطيك باش تكري واحد الشهر، نعطيك واحد البركه. قلت لها واش دابا انا كاع بغيتي تعطيني كاع نكري كاع شهر والشهر الاخر باش نخلصو منين انا تشوفني دابا انا عيد يعني شفنا دابا حنا كاع ما عندناش باش نخلصو هذا الشهر الاخر. ولي قال لي يلاه صافي نتلاقاو في الدار ولا جا هو ويعطينا هذا المحل اللي قاعد، قال لك هذا المحل هو اللي صحيح بعدا شويه جا الفوق. الله يجزيه بخير ويخلي له صحته ويخلي له وليداته، وهاد النهار تاع الجمعه وهاد الشهر مبارك، الله يخلي له صحته ويخلي له وليداته ويكمل عليه. نعم. وكيفاش تيسر امورك انت السعب هذه مع الوليات؟ كيفاش تتصرفوا وكيفاش تاكلوا وتشربوا؟ تنصرف ما حتى نخرج نوقف فيه للناس الناس خرجت تندير لي ديال الناس بلا اللي تلاقيت معاه تنتم غادي في الطريق شي واحد شي طوموبيل ولا شي واحد تيب ليا كنت تقدا عند شي مول الحانوت تنوقف عليه لما خرجت ليا شي حليبه عندي واحد الطريبيه وليت خا الله بشي حاجه تيعطي عليا. ما شاء الله. يعني الوقف الحالي كسبت هذا واقفه وصلت طلع ضم اللي قال هذاك وصلت طلع ضم وصبري ما قدرناش نديرو شي حاجه اللي هي ندمو عليها في الاخر ولا شي حاجه. بعد اختار بنادم تيقول لي خمن هاد الحياة كاع علاش علاش عايش كاع علاش خمن الحياة كل جات يموت مشي تهنى تسارح تتعذب في راسك تقول لي خت كنت صحاب ليا كاع ما نتزوج كنت بقيت غير طاح راسي وين بقيت طاح راسي بعدا راه في ما ولا بلاد ما غادي ينعس ما عندوش المشكل انا الراجل راه تيبقى راجل جوفري طاح راسو غادي ينعس بالزبحة في ما والو. انا دابا عندك المرا عندك الدري ما بقيت تعرف ما تزيد تكتب ما لا اله الا الله والصبر وصافي. نعم بعون الله الرجاء في الكريم سبحانه وتعالى. نعم. ما كرهتيش السي عبد الهادي ترجع للخدمه وترجع لامورك لحياتك ياك يا السي عبد الهادي؟ باش شنو هو النداء ديالك السي عبد الهادي للناس اللي تيشوفوك من خلال هذا المباشر؟ اشنو الامنيه ديالك في حياتك دروك يا السي عبد الهادي؟ الامنيه تاعتي انا في حياتي ما كرهتش انا شي محل، بغيت انا حاجه واحده بغيت انايا في نستقر الكرا تقارو لي الكرا تقرب ما تذكريش الشهر تكون كاع خدام هي انت كاع خدام من الشهر الشهر غادي يدوز كي الغمضه شحال كاع خدام ما داكشي اللي قبل ما تتكافئ مع الصاير ومع الكوش وهادشي المصاريف والكرا غالي 14000 ريال 15000 ريال زيدها الما والدو لا اله الا الله رجع في الكريم سبحانه وتعالى رجع ديال رجايه بالله سبحانه وتعالى نطلب الله الله يجي الشتا ويتخير الله يفرجها من عنده ما شاء الله. ونطلب النداء هذا تنطلب من المحسنين اللي سخى الله بشي حاجه واللي استطاعته شي حاجه يتعاون معنا بها الله يجزيه بخير ويخلي له صحته ويعطيه مال وفي خاطره. ما شاء الله ما شاء الله. باش نوضعوكم في الصوره متتابعينا بصدق بصدق يعني القصه ديال السي عبد الهادي يعني قصه ديال مجموعه ديال الناس يقدر تكون هذه القصه ديال الناس اللي عايشين في جامع الفناء، يعني الناس اللي تتزقوا ساحه جامع الفناء ودائما مرارا وتكرارا تتطرقوا لهذا الموضوع هذا. عبد الهادي اللي كان خدام في هادشي اللي تيبيع البربوش مع المعلم ديالو، في واحد اللحظه جات زمان كورونا جات الظروف هذه توقفوا، يعني تصوروا عبد الهادي عام ما يزيد على سنه وعبد الهادي متوقف على العمل، يعني ما كاينش مساعده، ما عمرو استفد من القفاف، ما عمرو استفد من حتى شي حاجه اللي تقدر تساعده هو وهاد وليداته. وكان ما هاد المعلم اللي وفر له هاد البيت هذا يعني كان بيكون هو عرضه للتشرد هو وهاد الزوجه ديالو وهاد الوليد هذا الله يخليه لهم
والله يصلحه ان شاء الله، يكون هو يعني الامل في المستقبل والامل الحياه ديالو ان شاء الله. المشكل الكبير والمشكل العويص دائما تنذكره وتنعاود نتاكدوه هو الناس اللي عايشين من ساحه جامع الفناء، الناس اللي خدامين في الحنطات، الناس اللي تيقدموا الحلقات، الناس اللي تيعاونوا يعني كاين اللي تيغسلين المواعن، كاين اللي يعني اللي هي تيتقدم تما، كاين اللي تيبيع شي حاجه تصور هذيك 20 درهم وتدخل تحمد الله وتشكره عليها. ولكن للاسف ما كانش واحد الالتفاته ديال المسؤولين، ما كانش واحد الالتفاته ديال الناس اللي خصهم يحسوا يعني المسؤولين بوجهه ولايه مراكش اسفي يحسوا هاد الناس ويتم اعطاء المساعده ليتما تدوز هاد الظروف هذه. وتنشوفوا ان ظروفهم غادي تتصعب بشكل كبير. وكان معاد المعلم ديال السي عبد العزيز، وكان اليوم عبد العزيز تلقى في الزنقه هو وهاد الوليد وهاد الزوجه هذه. الله يفرجها على كل واحد، لانه بصراحه هاد كورونا ما خلات كما تيقولوا حاله الناس ما يتعجب. وهذه رساله للمسؤولين خصهم يلتفتوا ويطلقوا الوقت باش انه هاد الناس يعيشوا ويعيشوا معاهم الناس اخرين. على العموم تنشكركم متتابعينا. رقم ديال عبد الهادي متوفر لان كنا بغينا نوريكم الوليد المهرس الله يشافي في هاد النار. رقم عبد الهادي متوفر من خلال المباشر اللي بيساعدوا احنا في هاد العواشر وفي الزمان وعلى ابواب عيد الصغير، يعني اللي بيوقفوا اللي بيمد يد المساعده يجي يوقف مع عبد الهادي في هاد الظروف الصعيبه. الله يفرج على كل واحد. شكرا لكم وتحياتي لكم متتبعينا من خلال هذا المباشر.